الدكتور أيمن هزاع، استشاري وكبير أطباء الجراحات العامة وجراحة المناظير بمستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة. تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس عام 1983. حصل على التخصص في الجراحة العامة من كلية الطب عين شمس عام 1990. تلقى دعوة بالدراسة بجامعة إيرفين بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2001. تم إفاده في بعثة للدراسة في معهد طوارئ الجراحة بدوبلن بأيرلندا عام 2002. عاد ليعمل كمدرب معتمد بوزارة الصحة المصرية. قام بتدريب كوادر الأطباء والإسعاف بمعظم محافظات مصر العربية بين عامي 2003 و2005. شارك في مئات المؤتمرات والمنتديات العلمية الطبية والجراحية. كان من أوائل الأعضاء في جمعية الجراحين المصرية منذ إشهارها. سافر للعمل بوزارة الصحة السعودية عام 2005، وسرعان ما عين رئيسا لقسم الجراحة والطوارئ بمستشفى الملك فهد بمديرية الصحة بمحافظة تبوك بالسعودية. عاد ليعمل بمصر عام 2011، وعين رئيسا للجراحات وجراحة المناظير بمستشفى جراحات اليوم الواحد بشبرا بالقاهرة. قام بتدريب عشرات الجراحين طوال فترة رئاسته لقسم الجراحة. عين مديرا للتدريب الطبي والجراحي. كان من أوائل اليوتيوبرز، حيث نشر أول فيديو له عام 2011. له مئات الآلاف من المتابعين بمصر والدول العربية والأجنبية. له آراءه الخاصة في تخصص الجراحة العامة وجراحة المناظير، معليا مهنة الطب فوق أي مصلحة أخرى. الدكتور أيمن زغلول هزاع، تاريخ وحاضر متميز في مجال الطب والجراحة وجراحة المناظير. أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. إرشاد إلهي من الله لعباده يرشدنا فيه أن الوقاية من الداء خير من علاجه، أما إذا وقع الداء فيحدثنا من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعزائي المشاهدين، لماذا الطب والأطباء؟ لقد أمرنا الخالق جل في علاه بالأخذ بالأسباب، فإننا نلجأ إلى الطبيب إيمانا منا أن الله قد جعله سببا في وصف الداء وتقديم الدواء، وإنما الشفاء أولا وأخيرا بإذن الله. أعزائي المشاهدين، انطلاقا مما سبق، معي ومع حضراتكم اليوم قيمة وقامة طبية وعلمية كبيرة ومتميزة في مجال الجراحة العامة وجراحة المناظير، الأستاذ الدكتور أيمن زغلول هزاع، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، اللي منورني ومشرفني النهاردة. أهلا بحضرتك يا دكتور. منورني ومشرفني النهاردة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أعزائي المشاهدين، موضوع فقرتنا الأولى النهاردة عن دوالي الخصيتين، خصوصا أن هذا الموضوع من أكثر الموضوعات شيوعا لدى الرجال، اللي بتصيب حوالي 10% من الرجال وحوالي 30% من الرجال اللي بتعاني في أو بتعاني مشكلات في الإنجاب. فطبعا دي نسبة كبيرة جدا جدا، وبالتالي كان مهم جدا أن نلقي الضوء على مثل هذه الموضوعات في وجود قيمة كبيرة، الأستاذ الدكتور أيمن زغلول هزاع. دكتور أيمن، اسمح لي في البداية أبدأ مع حضرتك بتعريف لدوالي الخصيتين. دوالي الخصيتين حضرتك ما هي إلا تمدد في أوردة الخصيتين،
خصية أو الاثنين. الأوردة دي تركيب حضرتك تركيب طبيعي من تركيب أي عضو من أعضاء الجسم، له تغذية شريانية وله تصريف وريدي. فإذا الأوردة دي تشعبت وانتفخت وتمددت فيطلق عليها دواني الخصية. طيب لو هنيجي بقى نتكلم عن الأسباب المباشرة لحدوث دوالي الخصية. أسباب دوالي الخصية، أول سبب فيهم أنها تكون وراثية. نعم. عامل وراثي أول حاجة. عامل وراثي. تمشي فيها تلاقي فيها الجزئية ديت. نعم. أو أسباب مكتسبة. حضرتك المكتسبة زي مثلا الناس اللي بيقفوا مسافات طويلة. نعم. بدون حركة، لأن الرياضة تجوب بأي شيء سيء يعني. نعم. ولذلك يقال عليها احيانا ان هي بتصيب الحلاقين والاطباء الاسنان ما لهوش غيرهم يعني. نعم. برضو من اسبابها ممكن يكون لا سمح الله مرضيه، لو في تورم في الكلى بالذات الكلى اليسرى، فبيرد على يقفل السكه فيرد على الاورده بتاعت الخصيه اليسرى. وفي احيان اخرى كثيره لا يوجد سبب واضح لها يعني. طيب لو هنيجي بقى نتكلم عن تاثير دوالي الخصيه على السائل المنوي. تمام. طب تسمح لي تسمح لي يا استاذ محمد. نعم. يعني في دقيقه كده ألقي الضوء بس على جزئيه تشريحيه بس. اتفضل يا فندم. اتفضل. اساسا الخصيه مكان تكونها في البطن. وأثناء نمو الجنين بتاخد مسارها من البطن إلى تدريجيا إلى القناة الإرابية ثم إلى خارج الجسم في كيس الصفر. بيبدأ الانتقال بتاعها من الشهر الرابع للجنين، وتسكن في مكانها اللي هتبقى فيه بقية الحياة في الشهر الثاني. تمام. ليه سبحانه وتعالى قدر ان هو الخصيه تبقى موجوده خارج الجسم؟ نعم. ده لان الخصيه ليها وظيفتين. افراز الهرمونات، هرمون الذكوره التستوستيرون. نعم. بجانب انتاج اخرى. الوظيفه الثانيه اللي هي انتاج الحيوانات المنويه. انتاج الحيوانات المنويه حضرتك ده بيتطلب درجه حراره معينه اقل من درجة حرارة الجسم. نعم. درجة حرارة الجسم لو تلاحظ معليك ان هو درجة حرارة الجسم 37.5 37، سواء الجو بره 2 تحت الصفر 3 تحت الصفر 4 5 مش فاهم، لكن يبقى اذا درجة حرارة الجسم ثابتة. نعم. هي عايزة اقل من كده عشان يتكون. حوالي 35 درجة. اقل بدرجة تقريبا. نعم. فسبحانه وتعالى عالم الاسباب يعني ان هو الخصيه موجوده خارج الجسم لهذا السبب. فاحيانا وليس دائما. نعم. يتسبب الدم الموجود بكثره حوالين الخصيه وهو بيحمل درجه حراره الجسم لانه بيلف في الدوره الدمويه 37 درجه او 36.5 الحراره الى الخصيه، فأحيانا وليس دائما يكون له تأثير سلبي على إنتاج الحيوانات المنوية من حيث العدد ومن حيث الحركة ومن حيث الشكل. طيب دكتور، إمتى الشخص اللي بيعاني من دوالي الخصية بيلجأ إلى العملية الجراحية؟ والله يا استاذ محمد انت حضرتك كده فتحت موضوع انا كنت فعلا. نعم. حابب اتكلم فيه. لان انا ليا متابعين كتير على اليوتيوب. اكيد طبعا. من كل البلاد العربيه، تقريبا كل البلاد العربيه. مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، كل دول اصدقائي حتى على الصفحه بتاعتي. السعوديه، الامارات، الكويت. وفوجئت بان احنا بقى في دلوقتي منظور ان هو الدوالي دي تتعمل علشان الراجل يبقى مور فيت، يبقى اشد واحسن. وطبعا هذه المعلومه يعني بعيده اشد البعد عن الصحه. نعم. لدرجه حضرتك ان هو
فوجئت ان في شباب ثانويه عامه 18 سنه عامل عمليه الدوالي ويعني مقتنع جدا ان هو عمل كده صح. وجهه نظر الدكتور ايمن هزاع في هذا الموضوع، موضوع العمليه الجراحيه. واضحه جدا العمليه الجراحيه لا ذكرى لها في الاساس المطلق الا بعد الزواج ومرور سنه بعد الزواج بدون انجاب ووجود وثيقه مهمه جدا اللي هو تحليل السائل المنوي بالكمبيوتر بيطلق عليه كاسه كاسه بيقول هذا التحليل ان في تاثير على انتاج الحيوانات المنويه. نعم. طيب الدوالي والانجاب والجدل الكبير القائم حول هذا الموضوع. ما انا حضرتك ساعتك انا وضحت النقطه دي ان هو مش شرط يكون في دوالي يبقى فيه قصور في الانجاب، بدليل ان هو في الارياف والجيل الناس لو قعدوا يدورهم على عمهم وجدهم اللي كانوا بيخلفوا 15 ولد و15 وعدد كبير، هل دول كانوا خاليين من الدوالي؟ نصهم عندهم دوالي. نعم. وبينجبوا العدد الكبير من الاولاد. دلوقتي في مشكله بالفعل في الانفرتيلتي او في الخصوبه بالفعل، ناس قاعده على مكاتبها قاعده بتستقي معلوماتها من الفيسبوك ومن كلام الناس. نعم. ومن مواقع تجاريه يعني حضرتك بتنصح اي حد عنده موضوع دوالي الخصيتين ما يعملش عمليه الا بعد ما يتجوز بمرور سنه، وما يعملش العمليه غير لما يحلل تحليل سائل منوي. تمام كده؟ طيب واضيف على كده حاجه بقى. نعم. انا جراحه عامه العمليه دي قد يجريها استشاري جراحه عامه، نعم، استشاري جراحه مسالك بوليه، استشاري جراحه اوعيه دمويه. نعم. لا انا هفاجئ حضرتك بان اللي يضع قرار العمليه مين؟ استشاري امراض النساء والتوليد المتابع لحاله الزوجه. هو ده اللي يبعته يقول له اتفضل روح لجراح يعمل لك العمليه، لان هو اللي متابع لحاله الزوجه وحالته وقادر يقيم هل له تاثير او ما لهش تاثير. نعم. واحنا طبعا بنطلع على تحليل السائل المنوي بنفحصه وبنشوف الاعراض ايه. طيب لو جينا نتكلم عن المضاعفات اللي ممكن تحدث لرجل عنده الدوالي وترك هذا الموضوع بدون علاج، وده وارد. عادي. انا يعني حضرتك يا استاذ محمد انا معلش انا ما بطلع مع استاذ محمد الانصاري. نعم. انا مش بطلع عشان اسوق لنفسي. انا بطلع عشان اقول كلام يخلصني من ربنا. نعم. معلومه جديده. معلومه مهمه جدا موضوع الدوالي، عمليه الدوالي بعد الزواج دي. طبعا شائعه جدا. انا ده انا صمم انا وعدت ناس وشاء القدر ان هو ما فيش اسبوع الا وقابلت حضرتك وعرضت عليها الحلقه. نعم. ان هي دلوقتي بقت موضه. هي دلوقتي بقت موضه. يعني الناس الارستقراط يحبوا ان هم يهتموا باولادهم، فلما الاولاد يوصلوا سن الشباب يعملوا لهم ثلاث عمليات. في واحده منهم طلعت قانونا غلط، يعني يعملوا لهم اللوز ويعملوا لهم الزايده وفيها لو بنت فيها عمليه لغت من زمان ودلوقتي زادت عليها عمليه الدوالي. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش وريد في الجسم بدون فائده. اكيد طبعا. اعتقد يعني ليس ادل على ذلك من الزايده. اللي يحب يرجع للحلقه اللي عاملها عن الزايده يعني كميه الفوائد اللي قلتها للزايده اللي ربنا خلقها. هي امتى بنعملها؟ لما يكون اثرها السلبي اكثر من اثرها الايجابي. الدوالي نفس القصه. اذا كان اثرها السلبي اكثر من اثرها الايجابي. الدوالي يا استاذ محمد غير مصحوبه بألم ولا وجع وكلها اوهام خالص. يعني الناس بتسمع لبعضها. غير مصحوبه بأي اعراض اخرى. مفيش ملها ده اوردها من اوراد الجسم زي بالظبط. ايه؟ ما هتسمع مني كلام غريب شويه. انا ضد عمليه اسال حضرتك على موضوع الاعراض
اللي بتحدث للشخص اللي بيعاني من دوري ما الاعراض ان هو سمع ان واحد زميله عمل عمليه الدوري لو هو لسه متجوز يعني ان قرا على الفيسبوك ان في عمليه اسمها الدوري، دخل على اليوتيوب وشاف العمليه اللي نزلها على الدوري. وانا طبعا بوضح الكلام ده بوضوح جدا يعني، وقلت للناس هرد ما فيش حد ما اتجوزش يعمل عمليه الدوري ليه؟ برضه معلش خليني اقول لحضرتك ليه. نعم اتفضل. عمر الحاجه التقفيل الرباني مش هيرجع زي اتحط فيه مشرط، اتحط فيه قسطره، اتحط فيه مش عارف ايه، مش هيرجع. انا ليه ادخل المريض في الهازرز ومخاطر العمليه من اصلها كتخدير وغيره، ومخاطر مضاعفات العمليه واخطاء مهنيه وارده ان يصاب الحبل المنوي او الحبل الناقل للمني وادخله في مشكله كبيره اذا كان لم يكن لها تاثير سلبي. نعم. فعشان كده احنا بنضعها في كفتي بين كفتي ميزان ونشوف هل المريض دهوت يلزمه عمليه الدوالي او لا. وعلى فكره 70% من الحالات ما بتحتاج اللي بتتعمل ما بتحتاجش دوالي. بيحصل ايه يا استاذ محمد؟ سوء استخدام التقنيه. احنا عندنا الاشعه الحمد لله اتنقلنا نقله كبيره قوي. الناس جابت اجهزه اشعه ودوبلر. فمريض في شاب عاوز يطمن على نفسه فراح يطلب من استشاري الاشعه من مركز الاشعه اعمل لي اشعه دوبلر على الخصيتين. هو نعم. يعني كلام بيقول هياخد التقرير ده يعرضه على اي حد يقرا طب، صيدلي، بيطري، اسنان، بشري. لا انت عندك دوالي، هيخدم على عمليه الدوالي. لا عمليه الدوالي لا. الدوالي ليست مرض. الدوالي ليست مرض الا لو اثرت على الانجاب فقط. بس طيب شفنا في الاونه الاخيره تقنيات حديثه بتلعب دور كبير جدا في علاج دوالي الخصيه. من وجهه نظر حضرتك ما هي افضل الطرق الجراحيه لعلاج دوالي الخصيه؟ لان بنشوف حالات يا دكتور بتعمل العمليه وترجع لها تاني. راي حضرتك في هذا الموضوع؟ ما احنا قلنا اذا كان السبب موجود فهترجع. نعم. اذا كان هو طبيعته كده هترجع، واذا كان ملهاش اثر سلبي فعايزه ترجع احنا مش هنعملها اساسا. احنا دعنا نتفق ان احنا مش هنعملها اساسا. نعم نعم. عندي فتح جراحي. نعم. من تحت من الكيس الصفن عندي فتح في جنب عظمة العانة دو التدخل الجراحي. نعم. وفي طرق تانية حديثة اللي حضرتك بتسأل عليها. اللي هو القسطرة التداخلية. أيوة. اللي بتعمل تجلط في الوريد نفسه بحيث ان هي تقفل، وده بيعملها تخصص أشعة مش جراحات خالص. تخصص أشعة تداخلية. تداخلية. نعم. طيب دكتور أيمن كيف ترى الرجل الذي يتردد في علاج الدوالي أو بمعنى آخر بيطنش وبيسيبها من غير علاج؟ ما احنا نتفق ونرجع نقول تاني بقى إيه؟ نحط المقطع حروف تاني ونرجع في كلامنا تاني عشان المشاهد يبقى معايا. نعم. ومع حضرتك طالع بنتيجة. الدوالي ليست مرض. الدوالي خلاص شيلوها من الأمراض خالص. الدوالي هي وريد تركيب طبيعي من تركيبات الجسم. امتى تبقى مرض؟ لو كان لها اثر سلبي على الانجاب. ما دامت الدوالي ليس لها اثر على الانجاب والراجل لسه ما تزوجش يبقى مش هنعمل خالص، مش هنقوله مش هننصحه ان يعمل عمليه دوالي من الاصل. اذا كان لها اثر سلبي وقرر ذلك استشاري النساء المتابع لزوجته لان هو الاقرب، هو الرجل بفحص بعمليه واحده. انا معظم عملياتي اللي بعد الاثر السلبي وهو التاثير على الحالات المنويه. اه طبعا. نعم. اللي هي في عدد معروف كان زمان 60 مليون لكل 100 سنتي، دلوقتي بقى 15 مليون ما اعرفش ايه اللي حصل. الاعداد المشوهه، نسبه الشكل والتشوهات التشوهات نعم. تتعدى 30%. الحركه كذا بارامتر كده بنمشي عليهم. نعم. وحاله المريض اللي قدامي، لكن انا اجي اعمل عمليه دوالي علشان المريض ده عاوز يعملها، لا 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 حرام عليه. لا تنصح باجراء عمليه الدوالي؟ لا انصح بعمليه اجراء الدوالي ما لم يكن لها تاثير سلبي على الخصوبه. نعم. ارجوك نبه المشاهدين. هذه رساله من الدكتور ايمن لكل من يعاني من دوالي الخصيتين. ما عندوش حاجه هو. نعم. ما عندوش حاجه. عنده هو كده انسان طبيعي. استنى لما تخلف، لما تتجوز وتمر سنه دون ان تفارق زوجتك،
بدون انجاب وبعدين اعمل الدواء لي، تعال اعملها لك انا من غير فلوس. طيب دكتور ايمن، هل هناك اساليب علاجيه دون تدخل الجراحه لعلاج دوار الخصيه، وهل الاسلوب ده بيجيب نتيجه؟ تمام تمام، سؤال لذيذ. حضرتك طرقت نقطه مهمه جدا. لا لا، مفيش اي اسلوب، كلها اشاعات، اقراص كل 12 ساعه، حقن يوميا ومرتين في الاسبوع، مراهم وروشتة تتكتب وش وظهر، ولا حاجة تلزم بيه خالص، ولا في حاجة ليها أي دور. ده تركيب، ده شريان طويل ومعوج، أنا مش هغير خلق ربنا. هي ضره نقصه، مربوطه نقصه. ولو عاوز حاجة بقى يعني تفيد المريض شوية، حاجة بسيطة قوي نجيبها من عند الأجزخانة، كيس رفع الخصية. كيس ده حاجه بجنيهات قلائل. ده هترفع. ده فايدته ايه ده دكتور؟ ده بيرفع الخصيه، فالتقل بتاعها ما بيحملش على تحت، فبيخلي الاورده تستريح فبترتخي وبتتحسن. ده عشان لو في الم ولا حاجه عند المريض؟ لا يعني عشان هي الدوالي ما لا، عشان هي ما يكونش لها تاثير على الانجاب. وهنا اود ان انبه لحاجه مهمه جدا. اتفضل دكتور. عشان ولادي وعشان كل الناس، البناطيل الضيقه دي مشكله. احنا مش لازم نمشي ورا الموضه بالحرف. الموضه زي ما حضرتك لابس كده شيك جميل جدا، ربنا يخليك. هل ده مش موضه؟ ده موضه جدا. انا بقول الموضه اللي بتمشي مع شكلي وما بتاذينيش. لكن انا البس بنطلون ضيق ومحزق عليا وانا بلف وبمشي طول اليوم في الشارع، ما هيحصل سخونه للمنطقه وهتاثر اثر سلبي. ما نلبس البنطلون شكله شيك وتفصيلته شيك والرجل بتاعه شكلها ايه، الحاجه اللي انت عايزها، بس راعي ان هي ما تكونش عاليه. استاذ محمد، يكفي ان هي تتفادى الفطريات ريحتها المزعجه. ففي حاجات بسيطه قوي كده اهوت احنا لازم ناخد بالنا منها. بالظبط. انا في الختام بشكر حضرتك. انا ما بقولش العيان البس جلابيه. انا كنت هقول لهم لبس واسع معقول، لبس عادي. احنا بنشوف حاجات فظيعه، بناطيل ضيقه وبين الشباب. بالظبط بالظبط. انا في الختام بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني واسعدتني بهذا اللقاء، وان شاء الله اتمنى يكون لنا باذن الله لقاءات اخرى في الايام المقبله. اعزائي المشاهدين، لسه مستمرين بعد الفاصل في ثاني فقرات برنامجنا. بعد الفاصل انتظرونا. من وحي الطبيعة وبمصداقية وجودة عالية، وضعت مؤسسة الأمانة لعسل النحل بين يديكم أجود أنواع العسل الطبيعي، لأن غذاءكم أمانة. تفحص منتجاتنا عبر المختبرات حتى تصل إليكم بأعلى المقاييس. صدق، أمانة، وجودة. للتواصل مع مؤسسة الأمانة لعسل النحل، الاتصال على 010-660-23-059 010-91-70-27-60 010-22-36-58 00 010-60-82-660-6 مؤسسة الأمانة، موطن العسل الأصلي. مؤسسة الأمانة لعسل النحل تأسست عام 1976 لصاحبها الحاج الشحات السيد بدران. قامت المؤسسة بتعليم الشباب في هذا الجيل
على كيفية تربية النحل والعمل بهذه المهنة. قامت المؤسسة بتطوير نفسها، حيث قام الابن الأكبر الحاج محمد الشحات في العمل بمجال تصدير الطرود الخشبية ونحل المرزوم، وتصدير جميع مستلزمات المناحل داخل وخارج مصر في الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت. ويقوم بالإشراف على المناحل وإدارتها الابن الأوسط الحاج السيد الشحات. وتم إنشاء ورشة متكاملة لتصنع الخلايا وجميع مستلزمات النحالين من خلايا وبراويز وبوكس تصدير، حتى صارت المؤسسة لها اسم في جميع الدول العربية، مما ساهمت في الحد من البطالة من خلال العمل بالمؤسسة من ورشة وتصدير وتربية النحل. مؤسسة الأمانة لعسل النحل، جودة، أمانة، دقة. مؤسسة الأمانة لعسل النحل، موطن العسل الأصلي. ورجعنا لكم من الفاصل أعزائي المشاهدين، ولسه مستمرين في ثاني فقرات برنامجنا. لقد خلق الله العسل وجعل فيه شفاء للناس، إذ يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ضيف النهاردة علامة كبيرة جدا من علامات إنتاج وتربية وتصدير عسل النحل في مصر والوطن العربي، الحاج محمد الشحات بدرون. أهلا بك يا حاج محمد. أهلا بحضرتك، منورنا وشرفنا. ربنا يخليك يا رب. حاج محمد، اسمح لي في البداية، حضرتك طلعت لقيت الوالد أطال الله في عمره بيعمل في العسل من مدة كبيرة جدا، كلمنا شوية عن النصايح وزرع فيكم إيه منذ الصغر. طبعا الوالد من أبطال أكتوبر. نعم. ويعني قضى فترة كبيرة في الجيش، وطلع من الجيش بدأ يمتهن مهنة العسل. وبدأ كل نصايحه واللي بيكلمنا فيه إن الأمانة في عشان كده سميته مؤسسة الأمانة بهذا الاسم. والله أنا يعني بصراحة لما لقيت كل حاجة عاوزين بنراعي ربنا ونراعي ربنا في المنتج إنه يطلع مظبوط. نعم. فجيت بدور على اسم مش شايف إلا ده، يعني مش ما لقيتش غير الأمانة، لأن فعلا أمانة في كل شيء بنحاول إن احنا بقدر الإمكان يكون المنتج بتاعنا عالي في الجودة بتاعته، ويكون حاجة للناس، ينفع الناس، الحاجة اللي تنفع الناس بس. طيب حاج محمد، ازاي مؤسسة الأمانة لإنتاج وتصدير عسل النحل وصلت لهذه المكانة داخل مصر وخارجها؟ أكيد كان في صعوبات، كان في تحديات كبيرة جدا في البداية. والله من جهة صعوبات أو تحديات فأنت بيقابلك، بس هو أنت طالما يعني بتتكل على يعني على ربنا وشغلك. نعم. نعم بالله. وفي نفس الوقت الصدق في التعامل والأمانة في تصديرك للنحل. يعني صدق في تعاملك مع الناس وأمانة في التصدير، بمعنى أن أنت بينطلب منك المنتج ده مواصفات كذا كذا، بيطلع المواصفات اللي أنت ما فيهاش لعب ولا حاجة. طيب لو جينا نتكلم عن النحل او صناعه النحل بصفه عامه، واهم المشكلات اللي بتواجهك كتاجر ومصدر، يعني صناعه النحل يعني كمشروع من بدايته او صناعه النحل عموما، واهم المشكلات اللي بتواجهك كتاجر ومصدر. هو في حاجه، يعني في حاجه اسمها مربي نحل.
اللي هو النحال اللي هو المربي نحل، وفي التاجر اللي هو بيشتري منك العسل ومن التاني. مربي النحل طبعا بيبدا هو المشروع مشروع ممتاز ومشروع الحمد لله كويس، بس اللي يراعي ربنا فيه ويتعامل معاه، لان النحل طبعا ده بالظبط زي الملائكه. ربنا اوحى للنحل واوحى للملائكه، يعني المفروض ان الواحد بيتعامل مع الحاجه دي او المنتج ده، المنتج ده انه ربنا اتكلم فيه قال شفاء للناس، ما قالش لا اكل ولا علاج ولا. فبالنسبه لل كمشروع بيبدا بال بخلايا النحل والبراويز والكلام ده، وبدا بيجيب بالطرد وينزله بقى على الموسم بتاع البرسيم. اول موسم لنا الموالح اللي هي بنقول عليها في السعوديه حمضيات. بينزلوا عليه وربنا بيرزقه بالنسبه للعسل الموالح، وبعد كده بيجي له موسم برسيم غير الطرد غير الكلام ده كله. طيب لو هنتكلم بقى شويه عن المشكلات اللي بتواجهك كتاجر ومصدر للدول العربيه. بالنسبه للمشكلات اللي هي كتاجر او مصدر، المشكلات هو مش عارف هل يعني هل عدم وجود قانون، هل الوقت ده مش بتاعنا احنا؟ يعني الوقت ده ما عادش بتاعنا، يعني بمعنى ايه؟ نعم. الأمانة والثقة في الشغل والكلام ده، ولا اللعب، يعني بمعنى يعني احنا المشاكل بتقابلنا مثلا ما فيش تأمين لنا بالنسبة للنحل في الطيارة، يعني ممكن عدم وجود تأمين. أنا ممكن مصفر نحل ب 200 ب 300 بمليون، خلاص وصل ميت، راحوا علي الكلام ده كله، راح ال 200 ألف المليون راحوا خلاص. وكمان عدم في الموضوع ده عدم وجود قانون لصناعه النحل في مصر، ده برضو اكيد بيأثر عليه. هو طبعا طبعا لانه ما هوش محدد، ما فيش حاجه قانون محدد، مثلا ده راجل بيصدر يبقى لا، سايبين كله على بعضه كده، يصدر واستمصار طيب حاج محمد، في الحديث المعروف ان رجلا ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان اخي يشتكي بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه. فذهب إليه مرة أخرى وقال له ما زال أخي يشتكي بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه. فجاءه في المرة الثالثة والرابعة وقال له إن أخي ما زال يشتكي بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القول الفصل، لقد صدق الله وكذبت بطن أخي، فشرب فتبرأ. إزاي نعرف إن العسل ده مغشوش أو كيفية التعرف عليه؟ طبعا هو بالنسبة لنا وكمحمد مثلا أو كمؤسسة الأمانة، نعم، أو ليه يعني بنعرف بأن احنا طبعا بيبقى أنت خدت على منتج، ومنتج يعتبر ألف مميز، حاجة كويسة، فأنت عارف النكهة بتاعته. اما بالنسبه لربه البيت او بالنسبه للزبون اللي هو بياخد من بره او مستهلك، في مثلا طريقتين اتنين طريقه اللي هي بجيب العسل، مثلا عسل بجيبه وادهن ايدي منه واشد، لو العسل جاب خيوط، دي طريقه تعرف على العسل. ده حاجه بسيطه لاي حد، لو جاب خيوط، لو انا حطيت العسل كده اهوت وشديت ايدي كده وجاب خيوط كده، خلاص مصنع، ده بايظ، ده ما ينفعش. لو ما جابش خلاص زي نظام غذاء الملكات بالظبط، غذاء الملكات الطبيعي، تدهنه زي ما يكون كريمات بالنسبه للبشره. العسل طبعا الطبيعي المفروض ان هو يجي في البرد زي ما في الوقت ده ويتجمد حته واحده. فالناس والمفهوم الخطا اللي ماشي ان العسل اللي بيتجمد، لا العسل لو اتجمد حته واحده كده يبقى تمام طبيعي. طيب انت لو بقى من فوق سايل ومن تحت متجمد، ده برضه مضروب، ما ينفعش. فالناس في اعتقادها ان العسل السائل ده يبقى 100%، لكن العسل السائل ده بيبقى معروف انه عمل له دخل عمل
اتعمل له حمام تسخين وخلاص، اتعمل له حمام تسخين فقد القيمة الغذائية بتاعته. طيب أنا شايف قدام حضرتك أكثر من نوع للعسل، عايزين بقى نتكلم عن نوع نوع كده وفوائد كل نوع. طبعا نبدأ بالعسل السدر طبعا. طبعا عسل السدر ده اللي هو معلش في 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 الدول العربية بالنسبة للإمارات والسعودية والكويت كل هدفهم مش هدف إن أنا أشتغل كتجاري ولا نعم. طبعا عسل السدر ده مفيد لكل شيء بالنسبة بالنسبة لقدر الله لو في سكر بيقضي إن شاء الله على السكر، بالنسبة لو فيه بتاع كلى ولا كبد ولا الكلام ده، فبسم الله ما شاء الله العسلة ده عسلة دي ممتازة. ومش معنى ان انا اي واحد يقول لي عندي عسل سدر يبقى هو عنده عسل سدر، لان ممكن يكون عنده سدر هو اصلا ما يعرفش، هو اللي اداله قال له ده عسل سدر، قال له ده عسل سدر، لكن هو اشتغل في السدر عرف يعني ايه طعم السدر، عرف يعني ايه نكهة السدر. لا ده عسل سدر الجبل، ده العسل السدر ده بيقضي على السكر وبيقضي على يعني بسم الله ما شاء الله بيقوي المناعه، لو هي صفر يخليها 9 ما شاء الله ما شاء الله. تمام اللي ده بالنسبه لده عسل البرسيم. طبعا احنا اتكلمنا عن عسل السدر، عسل السدر ده ممكن ما بيتجمدش في الشتاء او في البرد زي عسل البرسيم، لان نسبه حبوب اللقاح ضعيفه في السدر عن البرسيم. بالنسبة للبرسيم بقى طبعا القيمة الغذائية طبعا بتاعته عالية جدا. بالنسبة للبرسيم نقدر نقول يعد السدر بمعنى صح، بس هو كل الموضوع ان الناس بتراعي ربنا في السدر شوية، بيطلع على شجرة السدر النحل على شجرة السدر بس، ولا يحط سكر ولا يحط الكلام ده. نعم. لكن القيمة الغذائية بالنسبة لحبوب لقاح والكلام ده بالنسبة للبرسيم افضل واعلى، ده برضه بيعالج قوه المناعه. تمام. القولون الماده الكلام ده كله بيقضي عليه. ومن اخر من اخر اي عسل من ده يعني حبه بركه بردقوش الكلام ده كله كله حبه البركه طبعا الرسول قال ان الحبه السوداء فيعني الفوائد بتاعتها موجوده. بردقوش نفس الوضع، بس اجمل كل الكلام ده كله في ايه؟ عسل المكسرات ده منشط عام، ده اجمل ده كله العسل ده لو عسل نظيف. ولا قدر الله اي واحد عنده اي حاجه اي حاجه وملى السره منه، ملى سرته منه واي حته بلاستيك او اي حاجه وحطها كده، لو لا قدر الله في اي حاجه النتيجه فوريه. حط العسل على ملا سرته مره سرته بس النتيجه فوريه لاي حاجه ايا كان. لو لا قدر الله ما فيش مناعه، لو المناعه صفر الصبح تبقى 9. سبحان الله. للاسف حاج محمد بنشوف دلوقتي في السوق كميه عسل مغشوش فظيعه، يعني الناس اللي هي بتغش في العسل وبيبقى بتملى السوق بعسل مضروب كبرت جدا في الفتره الاخيره. تقول لهم ايه؟ والله انا كل اللي بقوله ده وده انا يعني يعني حزين ومتاثر بالنسبه بالموضوع ده، لان انا قلت لك من شويه هو الوقت ده مش بتاعنا احنا، او الناس كلها بتاخد الطريق السهل. عاوزه تاخد الطريق السهل اللي هو بمعنى صح يلا اخلط سخن طلع العسل ما بالسهل والمربح اللي هو مالوش بقى ما عرفوش ان طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام قال من غشنا فليس منا. نعم. ولما ربنا اتكلم على العسل قال فيه شفاء للناس، فبقول لهم راعوا ربنا وراعوا ربنا في نفسكم قبل اي حل، لان انت نفسك يا اللي بتعمل الكلام ده او العسل المغشوش في السوق ده انت ما بترضاش تاكله لا انت ولا عيالك. ايوه. طيب ما نظبط منتجنا ونخليه كويس ونديله سعره. مع الرغم ان عمر ما كان السعر بتاع العسل مقياس لجودته، سعر العسل عمره ما كان مقياس لجودته.
انا معلش انا لما بتجيب لي سيره المغشوش واللي مش انا غصب عني بتعصب او ليه ان انا بزعل على الحكايه ديت قوي ان انت لا طب ما اديله سعره وفي المعقول عشان الغلبان اللي على قد حاله ياكل. انا برضو قعدت مع حضرتك مره حاج محمد فبكلمك على اسعار فاتفاجئت فبتقولي لا انا العسل كويس وبسعر كويس عشان الغلبان يعرف ياكل برضو عسل نحل. لو جينا نتكلم عن الاسعار اسعار مؤسسه الامانه لو هنبدا مثلا بعسل السدر الجبلي ده اسعاره بتبقى ايه؟ والله عشان تتكلم في السدر الجبلي معلش انا في السعوديه بنبيعه ب 300 ريال واخد بالك؟ طب اما تيجي ما اتكلم انا هنا وتقول لي اي هتبيعه بكام هنا زيه زي السعوديه ولا الكلام ده؟ لا اصلا حتى لو ما بجيب حاجات بسيطه عشان كل مثلا حد قصدني مريض مش فحتى لو نزلت في سعره شويه يعني بيبقى في حدود 700 جنيه حاجه زي كده. في ناس مثلا ممكن تجيب لك الصدر مثلا يقول لك بس ده صدر وجاي في الطياره وجاي الليبل موجود لكن هو مضروب مضروب وما ينفعش. بالنسبه لموضوع الاسعار انا ما كملتش لحضرتك بالنسبه لما عمره ما كان مقياس السعر ما كانش مقياس لان معلش انا ممكن عندي عسله مش كويسه معبيها بفارغ ازاز او معبيها بفارغ شفاف من اللون تيجي كيلو بكام اقول لك ب 40 جنيه تقول لي لا حاسب ده انا في كيلو ب 100 جنيه احطه لك في برطمان ازاز نفس العسله واقول لك ده اهو ابو 100 جنيه موجود اهو. في ناس فعلا كده لما تلاقي الحاجه كويسه ورخيصه تقول لك لا ده رخيص انا مش هجيبه هجيب الغالي لا بالذات في العسل العسل بالذات ما ينفعش الغالي لان موضوع الغالي والرخيص ده ليه؟ لان الانتاج بالنسبه للنحال بيبقى عسله ممتازه الف مميز وممتازه جدا لكن بتبقى سعرها مرتاح لان فيه انتاج طرد ربنا بيرزقه بطرد في فلوس انتاج غذاء ملكات حبوب لقاح فكل ده بيغطي. طب انا ليه اجي بقى اضحك على الناس او استغل ان واحد يقول لك لا يا عم ده انا جايب عسل من السعوديه ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه طب ما انت عارف انت اللي جايبه من السعوديه ده عامل ايه؟ نعم انت عارف اللي جايبه من السعوديه ده عامل ايه؟ لا انت يعني حضرتك قلت ان الشغل في السعوديه هنا اقول لك على شغلنا احنا في السعوديه برضه. طيب حاج محمد ازاي قدرتوا تطوروا في صناعه العسل وتصدروه للدول العربيه؟ شفنا اكتر من دوله ما شاء الله السعوديه والامارات والكويت، ازاي قدرتوا كمؤسسه الامانه تطور في صناعه العسل؟ والله بالنسبه لمؤسسه الامانه زي ما قلت لحضرتك اهم حاجه كنا اللي الوالد زرعه يعني فينا ان راعي ربنا في شغلك وما تفكرش في الماده يعني ما تفكرش الفلوس هتيجي ازاي تفكر انها جايه حلال او حرام راعي ان ربنا يديله الصحه. احنا بنوجه تحيه من البرنامج للحاج والد الحاج محمد الشحات يعني بيدور على بيقول لك خلاص دور على اللي ينفع الناس اللي هي فعلا هياخده مريض هياكله هيستفاد بيه فبدأنا نشتغل على تسكين النحل نسكنه في السعودية ونسكنه في الإمارات ونسكن تسكين النحل وإنتاج العسل هناك. ومع ذلك برضو نفس الكلام زي موجود في مصر ومعروف إن الشركة ده أو المؤسسة ده هي او الحاج محمد دهوت عسله مضمون وما بيشتغلش غير حاجه واحده الحاجه اللي هتنفع الناس في كل شيء حتى عندي في علاجات النحل في الكلام ده العلاج اللي مش هينفع الناس في النحل ما بيشتغلش فيه. طيب احنا معانا مداخله من انجي من الغربيه. اهلا بيك يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. انا اتواصل مع الحاج محمد. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. ازيك يا حاج محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا مشتاقين للعسل بتاعك. الله يخليك تحت امرك. ربنا يبارك لكم يا رب. الله يخليك تحت امركم. الصراحه احنا ما بنقطعوش من البيت من عندنا. تسلمي يا رب تسلمي تحت امرك.
وبنحبه جدا والعيال ما عايشه عليه، والصراحه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لكم. هو واضح ما شاء الله. تسلم تحت امرك. الله يخليك. ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظكم الصراحه، والله العظيم منتج بسم الله ما شاء الله. تسلمي يا رب تحت امرك. طلبنا عسل كتير الصراحه، ده احلى منتج انا استعملته وموجود عندي في البيت، انا ما بقطعوش الصراحه. تسلم ان شاء الله. تسلم تحت امرك. وربنا يبارك لكم يا رب. الله يخليك. شكرا استاذه انجي. طيب في الختام كده حاج محمد، لو حابب توجه رساله توجهها لمين وتقول لهم ايه كتجار مستوردين موردين، حابب تقول لهم ايه؟ والله انا لما بوجه رساله لنحال اللي هو منتج العسل بالذات، اقول له راعي ربنا في انتاجك في العسل بالذات، صوم النحل وانتج وتفنن وجدعم في انتاج الطرد. نعم. الطرد طلع طرد مره واثنين وثلاثه، لكن العسل هو فرمل عنده. طيب لاي تاجر برضه بقول له برضه راعي ربنا في تجارتك. في تجارتك بالذات في العسل، العسل ده ما بياكلوش الا المريض، يعني ياكله مريض. طيب ليه ما يطلعش الحاجه اللي هي تنفعه؟ انت بتبقى سعيد جدا، يعني معلش انا بكون موجود في المكتب عندي مثلا واللي داخل عليا بعبي له كاسه وببقى من دخل سعيد جدا ومبسوط جدا لانها هتنفعه ولانه نتيجته فوريه. فانت سعادتك وتكون بتراعي ربنا وبتعامل ربنا اما تلاقي الحاجه دي هتفيد وربنا بيبارك في الاخر. انا في الختام بشكر حضرتك شكرا جزيلا حاج محمد، نورتني وشرفتني. كنت معايا النهارده في برنامج بنكمل بعض. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من برنامجكم بنكمل بعض، استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. السلام عليكم.